توا استاذ عز الدين سعيدين خبير مالي اقتصادي، شنو النتائج نتاع الترقيم هذا الجديد؟ لابد من التذكير اولا ان وكاله موديز خفضت تصنيف البلاد التونسيه 3 مرات في 2013 ثلاث مرات في فيفري وماي والان، وهذه نادر جدا اذا ما قلناش عمرها ما صارت انه تصنيف نتاع بلاد يخفض 3 مرات في ظرف سنه واحده، علما ان في العاده انه يعاد النظر في التصنيف مره كل 6 اشهر او مره كل سنه، بالنسبه لنا تخفضنا 3 مرات. الملاحظه الثانيه انه مثل ما قلنا كل الوكالات اصبحت مجمعه تقريبا على نفس التصنيف بالنسبه للبلاد التونسيه، وهنا مثل ما قلنا نشك او ما نشكوش في المصداقيه، هذا واقع هناك اجماع واضح. الواضح الآن أنه وضع الاقتصاد التونسي لن يتحسن إلا بتحسن بيئة الاستثمار ورجوع الاستثمار. كيف سيعود الاستثمار في مثل هذه؟ يلزم وضوح سياسي وغيره، ما فيش حتى شك. ربما فما بعض المقارنات اللي فيها فايدة، أنه بهذه الطريقة أصبحنا في نفس التصنيف مع احترامي الشديد لكل البلدان، مع بلدان مثل رواندا وغانا والكاب فير وكينيا والموزمبيق. احنا معهم طبعا، احنا في نفس التصنيف نتاع البلدان هذه، ولكن فما بلدان اخرى اللي هي مصنفه احسن منا في افريقيا مثل زامبيا واوغندا والسنغال وبوركينا فاسو والكامرون، كل هذه البلدان اصبحت مصنفه افضل من تونس. الكامرون خير منا في الكوره وفي الاقتصاد، خير في الكوره وفي الاقتصاد، وهي تدخل للاسواق الماليه بسهوله اكثر بكثير من تونس الان، ولذا هذا التصنيف راه عنده اهميه قصوى، والتعليل اللي موجود في التقرير في غايه الاهميه. التعليل الاهم للجوانب السياسيه، الوضع السياسي، توقف الحوار، يعني اتقالت في التقرير بكل وضوح توقف الحوار الوطني اثر على هذا. حكى في التقرير موديز يقول توقف الحوار الوطني وتعثر الانتقال الديمقراطي وطول الفتره الانتقاليه وغياب دستور وغياب تاريخ الانتخابات وغياب الهيئه المستقله التي ستشرع، كل هذا موجود في التقرير وكل هذا اثر مباشره. يقول لك انه هذا طبعا اثر على الوضع الاقتصادي، اثر على الاستثمارات، واثر على وضع البلاد التونسيه من حيث التجاره الخارجيه. ونعرف ان التجاره الخارجيه في غايه الاهميه بالنسبه لتونس، لانه لما ناخذ جمله الصادرات والواردات تلقاها تمثل اكثر من 80% من حجم الاقتصاد التونسي. جوستومون دونك بيانتو ما عادش نحرقوا ايطاليا، نجموا نحرقوا لوغندا للسنغال خير منا ربما.